السلام عليكم احبائي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جيت نشارك معكم واحد المنتوج يعني كنستعملو هذه سيمانه، وصراحه لاحظت الفرق بزاف على الشعر ديالي، اللي هو سيروم او زيت كيراتين كولاجين من ماركه سانس امام. صراحه هذا السيروم زوين وواعر بزاف، لا من ناحيه الريحه ولا من ناحيه الكاليتي، واعر بزاف كيصالح لجميع انواع الشعر، خصوصا يعني اللي عندها الشعر والشعر ديالها ناشف ومتضرر تزعم تاخذ هذا السيروم، ينفعها بزاف من ناحيه المعالجه ديال الشعر. كيعطي واحد النوع من اللمعان، واحد النعومه، وكيرطب يعني هائل، يعني كتلاحظوا الفرق من اول استعمال، وكذلك يمنع من تساقط الشعر بحكم انه كيتكون من جميع يعني مجموعه من المغذيات. الا لقينا هنا، الا شفتوا الامبلاج هنا، كتلقاو بان المكونات ديالو الاساسيه اللي هي الكيراتين والكولاجين. كما كنعرفوا بان الكيراتين والكولاجين يعني مكونات كتساعد على معالجه الشعر من الجذور ديالو، ولاشنا هنا بالمبالاج كنلقاو بانه خالي من مجموعه من المواد او المكونات اللي كتكون في بعض المنتوجات الضاره، اللي هي البارابيل والسيليكون والسلفات. هذا السيروم ما كيتكونش من هذا المكونات الضاره. القريعه ديالو هي هذه، فيها 50 مللتر. بالنسبه لطريقه الاستعمال، كتاخذ كميه قليله من هذا السيروم كديرو على الشعر، سواء يعني جاف ولا من بعد الاستحمام، وصراحة من بعد يعني ما ديرو كتلاحظوا الفرق صراحة، لا من ناحية الريحة لا من ناحية الترطيب، يعني رائع رائع جدا. استعملوها البنات، خذوا استعملوه. هي القرعة فيها 50 مللتر، ولكن يعني الاستعمال ديالو يعني كتاخذوا كمية قليلة، لكن كياخد مدة أطول. وبالنسبة للثمن ديالو رخيص بزاف، وكنصح البنات ياخذوه لأنه رائع جداً.